كل عام وانتم بخير. النهارده بنحتفل بعيد الغطاس، وعيد الغطاس تاريخيا هو اكتر عيد كان بيتم الاحتفال بيه شعبيا. هو تراجع شويه الاحتفال بيه علشان ما بيسبقهوش صوم، لكن زمان عيد الغطاس ده كانت الناس يعني بتفرح بيه قوي، وكانوا بيصلوا اللقان على نهر النيل. وكان الغريبة أنه أبائنا وأجدادنا الأقباط عندهم عادة غريبة أن هم ينزلوا النيل في اليوم ده، إزاي في الجو البارد ده مش عارف، بس كانوا يعني بيعتبروها بركة كبيرة، واللي ما ينزلش المية ويختص في العيد ده يبقى هو ما قدرش يحصل على هذه البركة. وعشان كده العيد ده كان ليه أسماء كتيرة، طبعا من بينها عيد الغطاس وعيد السقوفانية يعني الظهور الإلهي وعيد الأنوار، فدي أسماء كتيرة. والنهاردة عاوزين نتكلم مع بعض في إجابة يوحنا المعمدان على المرسلين ليه من رؤساء الكهنة والفريسيين، قالوا له أنت مين؟ عاوزين ندي جواب للي بعتونا. لما نرجع نقول لهم انت مين؟ قال لهم انا صوت صارخ في البرية. وهنجزأها تلات اجزاء. اول حاجة صوت. صوت. قبل صوت الانسان كان صوت الله مفرح ومعزي ومطمئن. لكن بعد السقوط صار صوت الله بالنسبة للإنسان صوت مرعب ومخيف، وده اللي احنا هنلاقيه في سفر التكوين في الإصحاح الثالث. يقول كده: فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال الله من أعلمك إنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ وهكذا بسقوط الإنسان تغير تأثير الصوت. نفس الصوت المفرح المعزي أصبح هو الصوت المخيف. ليه؟ لأنه بالخطية صار صوت الله يمثل للإنسان صوت الدينونة، فصار أصبح صوت مخيف بالنسبة له، بقى صوت الدينونة والعقوبة. قبل كده كان صوت الله يمثل صوت النعمة والبركة والعطية، بعد السقوط صار هذا الصوت هو نفس الصوت. الصوت ما اختلفش، لكن الإنسان هو اللي اختلف. وهكذا منذ السقوط احتاجت البشرية لأصوات كثيرة لترشدها إلى طريق الحق. فأول كان نوح صوت لجيله. نوح قعد يبني في الفلك 120 سنة بيبني في الفلك، والناس تشوفوا يبني ويقول لهم ده هيحصل طوفان والناس هتموت، هل في حد سمع لي؟ أبدا. كانت آذانهم ثقيلة، وده يقول عنه القديس بطرس عن هذا الفلك الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن إذ عصت قديما، حين كانت أناط الله تنتظر مرة في أيام نوح إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون أي سماني أنفس بالماء. وكما كان نوح صوت في جيله هكذا أيضا صار لوط صوت صارخ في جيله بينبه الناس للتوبة. فخرج لوط وكلم أصهاره الآخذين بناته وقال قوموا أخرجوا من هذا المكان لأن الرب مهلك المدينة، فكان كمازح في أعين أصهاره. اعتبروا واحد بيهزر ما سمعوش كلامه. نوح كان صوت ولوط كان صوت، وموسى أيضا كان صوت صارخ لبني إسرائيل، لدرجة أنهم قالوا له تقدم أنت واسمع كل ما يقول لك الرب إلهنا،
وكلمنا بكل ما يكلمك به الرب إلهنا فنسمع ونعمل. وهل استمروا يسمعوا ويعملوا؟ أبدا. بمجرد أنه هو راح وغاب عنهم 40 يوم على الجبل عشان يستلم الشريعة، راحوا عملوا تمثال وقالوا هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. نوح كان صوت، ولوط كان صوت، وموسى كان صوت، أشعياء أيضا كان صوت صارخ. قال الله لي نادي بصوت عالي لا تمسك، يعني ما تسكتش، ارفع صوتك كبوق واخبر شعبي بتعديهم وبيت يعقوب بخطاياهم. وهكذا أيضا كان أرميا النبي صوت صارخ، قال له كذا الرب: ها قد جعلت كلامي في فمك، انظر قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. هذه كلها كانت أصوات، والله لم يترك جيل إلا وأرسل له صوتا ينادي ويصرخ بالتوبة. وأخيرا جاء يوحنا السابق اللي جه قبل السيد المسيح، وكان صوت عالي بينادي للناس عشان يتوبوا. وده اللي قاله الملاك لما جه بشر أبوه، قال له: لأنه يكون عظيما أمام الرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويتقدم أمامه بروح إلي وقوته، ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار، لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. كان صوت مخيف للمتكبرين، وفي نفس الوقت هو نفس الصوت يعطي رجاء ويعطي أمل وصبر وتعزية للمنسحقين والمتواضعين. الصوت لم يختلف، ولكن حالة الإنسان هي اللي بتختلف. في أصوات كتيرة بترشد وتنبه، ولكن ليس هناك آذان كثيرة لكي تسمع. وصوت الله يصل إلى الإنسان عن طريق أشكال متعددة. أول شكل من الأشكال دي اسمه صوت الكلمة. صوت الكلمة. بس قبل ما ناخد الأصوات نراجع تاني. احنا خدنا أصوات كانت بتنبه الناس في جيلها. نوح كان صوت في جيله، ولوط كان صوت في جيله، وموسى كان صوت في جيله، وأشعية صوت، وأرمية صوت، وهكذا باقي الأنبياء كانت أصوات عالية. النقطة الثانية اللي هناخدها أنواع من الأصوات. أول نوع اسمه صوت الكلمة. يعني إيه كلمة الله؟ الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس. كلمات الله دي لها تأثير، ده صوت قوي. بس لو الإنسان استجاب وسمع وقرى، يقول ربنا عن الكلمة بتاعته: هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. الكلمة دي حاجة قوية، بس اللي يسمع وينفذ ويقول على فم أرمية: أليست هكذا كلمتي كنار يقول الرب وكمطرقة تحطم الصخر؟ يبقى الله في صوت اسمه صوت الايه؟ الكلمة. وصوت الكلمة ده بيجي عن طريق الكتاب المقدس، أو بيجي عن طريق عظة. إنسان يسمع عظة ويتغير. تعالوا ناخد مثالين عكس بعض. واحدة زي ليديا بائعة الإرجوان، يقول عنها الكتاب إيه؟ فكانت تسمع امرأة اسمها ليديا بياعة إرجوان من مدينة سياطرة متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقول بولس، وتغيرت ليديا بسبب عظة بولس الرسول.
واحد تاني كان والي. هذا الوالي لما وقف قدامه بولس الرسول ووعظه، كان اسمه فيليكس الوالي، بدأ يتكلم بولس الرسول عن الدينونة والعقوبة. يقول الكتاب ارتعب فيليكس، اترعب وخاف بس ما تغيرش. كل اللي عمله انه بدل ما يسمع للصوت عمل ايه؟ كتم الصوت، اخفى الصوت، قال للجنود اللي حواليه خدوه ودوه للسجن مرة تاني، ولما يبقى فيه وقت ابقى اقف وحكمه، ابقى اجيبه وحكمه. بدل ما يستمع ويتغير، لا، قفل الصوت، طفاه، خفاه، رغم انه كان صوت قوي ورغم الرعب اللي هو فيه. اذا عن طريق، في حاجة اسمها صوت الكلمة، سواء عن طريق كلمة الله بشكل مباشر اللي بنسمعها وبنقراها في الكتاب المقدس، أو عن طريق عظة بنسمعها من رجال الله الأتقياء، أو ممكن الصوت بتاع الكلمة يجي عن طريق ترنيمة، ترنيمة حلوة سمعتها اتأثرت بكلماتها وأثرت فيا، زي ما قال القديس بولس الرسول: مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. ده اسمه صوت ايه؟ الكلمة، عن طريق الكتاب المقدس، عن طريق عظة، عن طريق ترنيمة. في صوت تاني اسمه صوت النعمة، الله يعمل في داخلك عن طريق الروح القدس الساكن فيك فيبكتك ويدفعك للتوبة. دي بنسميها في بعض الأحيان زيارات النعمة، بيرسلها الله تبارك اسمه لأولاده مجانا كده، أو يمكن عشان في ناس بتصلي من أجلهم، وده اللي ربنا بيعمله معنا دايما. في حاجة اسمها كده زيارة النعمة، مشاعر بتدفعني للتغيير رغم أن أنا ما عملتش أي حاجة. ده زيارة نعمة، ده صوت النعمة جواك، الروح القدس اللي جواك بيقول لك خد بالك. اللي قال عنه السيد المسيح: وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. زيارة نعمة، زي ما قال القديس بولس الرسول: لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. إذن في صوت اسمه صوت الكلمة، وفي صوت تاني اسمه صوت النعمة، وفي صوت صعب اسمه صوت التجربة. صوت التجربة ده صوت صعب، ساعات بيبقى مؤلم، بيبقى صعب، بس بيبقى هو الحل الوحيد لبعض الناس. بعض الناس ما ينفعش معاهم الأدوية ولا الطبطبة، محتاجين لمشرط الجراح. مؤلم، فيه دم، فيه تعب، ولكن الإنسان بعده هيتغير. صوت التجربة صوت عالي يصرخ بشدة ليدفع الإنسان للتوبة. ممكن تكون تجربة انتقال أحد الأحباء، وممكن تكون تجربة مرض جه للإنسان. هو صوت قوي بيقول للإنسان اصحى وقوم، اتغير قبل ما الوقت يفوت. ولذلك احنا ما بنحزنش في التجربة، زي ما قال القديس يعقوب: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقص في شيء. إذن في صوت اسمه صوت إيه؟ الكلمة، وده ممكن يجي عن طريق الكتاب المقدس مباشرة، ممكن يجي عن طريق عظة، ممكن يجي عن طريق ترنيمة. وفي صوت تاني اسمه صوت النعمة، ده بيجي لنا ببلاش كده أو بسبب صلوات الناس اللي حوالينا. وفي صوت تالت صعب اسمه صوت التجربة. طيب احنا اتكلمنا عن كلمة ايه؟
صوت. طب وعاوزين نتكلم عن ايه؟ صارخ. صارخ مش بتعني واحد صوته عالي قوي، مش دايما، مش بالضرورة، لكن ممكن بتعني العمق بتاع الكلام وقوة التأثير وقوة مشاعر الشخص المتكلم. ممكن الإنسان يبقى صوته قليل لأنه سنه كبير أو تعبان بس مؤثر، فده ممكن نقول عليه الصوت إيه؟ صارخ. قوة تأثير الكلمة ممكن نقول ساعتها أن الصوت ده صوت قوي حاد صارخ. والصرخات أنواع، في صرخة اسمها صرخة الصلاة، زي ما قال داود النبي: في ضيقي دعوت الرب وإلى إلهي صرخت فسمع من هيكله صوتي وصراخي دخل أذنيه. خدوا بالكم النوعية اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، ده صوت الله اللي بيصل للإنسان، لكن دي صرخات الإنسان التي تصل إلى الله بالعكس. ويقول برضو داود النبي في صرخة الصلاة: من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتان إلى صوت تضرعاتي. وفي صرخة أخرى قالها يونان النبي من جوف الحوت، قال: دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي. دي صرخة إيه؟ الصلاة. في صرخة اسمها صرخة الاحتياج، لما الإنسان يكون محتاج لحاجة فبيصرخ من جوه، زي الصرخة بتاعت المرأة الكنعانية: وإذ امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه، صرخت إلى السيد المسيح وقالت له: ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا، وكانت عاوزة السيد المسيح يشفي بنتها. صرخة الاحتياج دي زي الصراخ بتاع الاتنين الأعمى، الاتنين العميان، اللي لما سمعوا السيد المسيح إن هو هيعدي في الطريق اللي هم قاعدين فيه، يقول صرخوا: وإذ أعميان جالسان على الطريق، فلما سمع أن يسوع مجتازا صرخ قائلين: ارحمنا يا سيد يا ابن داود. دي صرخة احتياج. إذن في صرخة صلاة، وفي صرخة احتياج، وفي صرخة تحذير. دي بقى مهمة، زي اللي كان بيقولها يوحنا المعمدان: توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات، اصنعوا ثمارا طريقة بالتوبة. دي صرخة تحذير، وإلا الفاس وضعت على أصل الشجرة، كل شجرة تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار. خدوا بالكم، صرخة تحذير، زي اللي قال ربنا لما قال لأشعياء: نادي بصوت عال لا تمسك، ارفع صوتك كبوق، واخبر شعبي بتعديهم وبيت يعقوب بخطاياهم. دي صرخة تحذير، زي ما قال ربنا ليونان: روح اصرخ في اهل نينوى ونبههم لحسن انا هقلب المدينة. يقول كده: قم اذهب الى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها، اصرخ لأنه قد صعد شرهم أمامي. إذن في صرخة صلاة، وفي صرخة احتياج، وفي صرخة تحذير، وفي صرخة صامتة، صرخة بلا كلام، إنها صرخات القلب وتنهداته. القلب يصرخ واللسان ساكت خالص، صراخ بلا كلام ولكن من عمق القلب، زي ما قال في المزامير: يا رب أمامك كل تأوهي وتنهدي ليس بمستور عنك، قلبي خافق، قوتي فارقتني ونور عيني أيضا ليس معي. هنا مفيش كلام ولكن خفقات القلب بس هي اللي بتصرخ، وده اللي حصل مع حنة أم صمويل النبي.
وكان إذا أكثرت الصلاة أمام الرب وعالي يلاحظ فيها، ده عالي رئيس الكهنة، فإن حنة كانت تتكلم في قلبها وشفتاها فقط تتحركان وصوتها لم يسمع. وعلى الرغم إن الصوت غير مسموع للناس، لكنه هو أعلى صوت عند الله. الله تبارك اسمه يسمع خفقات القلب أكثر من كلمات اللسان، لأنه صراخ من عمق المشاعر ومن عمق الاحتياج. هذه الصرخة الساكتة الصامتة بتصل إلى الله أكثر بكتير من الكلمات المرتبة الجميلة اللي بيقولها بعض الناس. الله بينظر لهذا الصوت ويسمعه جيدا. إذن هناك أنواع من الصراخ. خدنا أول حاجة صراخ الإيه؟ الصلاة، وخدنا صراخ الاحتياج، وخدنا صراخ التحذير، وأخيرا خدنا صراخ القلب، صراخ بلا كلمات. وكل إنسان لازم يصرخ ويقول يا رب توبني فأتوب، كما قال كما جاء في أرميا النبي. إذن صوت صارخ، وقلنا أن الصوت بتاع ربنا بقى مخيف للإنسان، وفي أصوات كتير. نوح كان صوت، ولوط كان صوت، وموسى كان صوت، وأشعيا صوت، وأرميا صوت. وإنه صوت الله عن طريق حاجات كتير، في صوت اسمه صوت الإيه؟ الكلمة، عن طريق الكتاب المقدس، أو عن طريق عزة، أو عن طريق ترنيمة. وفي الصوت تاني اسمه صوت إيه؟ في صوت تاني بنسميه صوت النعمة، زي زيارات النعمة. وفي صوت صعب بس قوي ومؤثر اسمه صوت الإيه؟ التجربة. إذن وكلمنا عن صارخ، صوت صارخ في البرية. أخيرا وصلنا للبرية. وما هي البرية؟ الصحراء، أرض بلا ماء ولا غذاء. طب والبرية يا رب تقصد بها إيه؟ الإنسان اللي بلا ثمر، الإنسان اللي مفهوش أعمال كويسة، قلبه صحراء، لأنه المية دايما تشير لعمل الروح القدس جوه الإنسان. لو مفيش مية معناها إنك أنت مش بتستجيب لصوت الروح القدس جواك، زي ما قال السيد المسيح في يوحنا 7: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يتقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. يبقى المية كانت إشارة للروح القدس وعمله. وده اللي قاله السيد المسيح للسامرية: لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حي. يبقى الإنسان اللي ما بيستجبش لعمل الروح القدس ما فيش مية. طيب والجوع وعدم وجود غذاء، ده إشارة لإيه؟ إنه كلام الله مش موجود جوه الإنسان، زي ما قال عموس: هوذا أيام تأتي يقول السيد الرب أرسل جوعا في الأرض، لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء، بل لاستماع كلمات الرب. وده اللي قاله السيد المسيح لما قال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فمه الله. يبقى الإنسان لما بيستجبش العمل الروح القدس جواه وكلمات الله ما بتأثرش فيه، صار هذا الإنسان برية قاحلة ليس فيها ماء وليس فيها غذاء. وبالتالي
ليس فيها الله. إذن خدنا النهاردة صوت صارخ في البرية، وتكلمنا عن الأصوات وأنواعها، وتكلمنا عن الصرخات وأنواعها، وتكلمنا عن البرية. أخيرا كلمة أخيرة بتقول ليكم: احترسوا، احترس لألا يكون قلبك برية خالية من عمل الروح القدس، وخالية من حب الناس ومعرفة الله. وحتى لو كان واستمع للصوت الصارخ، واستيقظ ونق قلبك واجعله مزود يولد فيه السيد من جليد. احترس لألا يكون قلبك برية، وياريت تسمع الصوت الصارخ وتتغير قبل ما يجي اليوم اللي هتسمع فيه الكلمة اللي بتقول: أعطني حساب وكالتك، وإلهنا المجد دائما أبديا أمين. كل سنة وانتم طيبين.